نشدت المسؤولين في الدولة المصرية ونشدت كل صانع قرار وكل من يستطيع أن يساعد في هذا، لدرجة أن أنا قلت لهم أبوس إيديكوا ورجليكوا يعني أن تحافظوا وتدعموا وتشجعوا مدينة زويل مش يصيبها النسيان والإهمال بعد رحيل ملهمها وصاحب فكرتها والمشرف عليها والأب الروحي ليها. معايا على التليفون الدكتور صلاح عبية رئيس مدينة زويل للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. البقاء والدوام لله يا فندم، طبعا خالص عزائنا في رحيل العالم الكبير دكتور زويل. شكرا يا فندم، عزائي لكل الشعب المصري والعالم العربي والإسلامي في هذا المصاب الجلل. دكتور، يعني طبعا الكلام عن الدكتور زويل يطول وإسهاماته وفكرته ونضاله وكفاحه حتى تتأسس هذه المدينة ويرعى شبابها ويشرف عليهم ويوفر لهم البيئة العلمية الجيدة، ده كلام أعتقد كتير من المصريين عارفينه. أنا اللي يهمني الحياة في هذه اللحظة هو مستقبل هذه المدينة بعد رحيل ملهمها والأب الروحي لها. والله يا فندم ده سؤال جاي في محله تماما. الحقيقة طبعا بعد النبأ الأليم اللي احنا سمعناه أمس بفقدان العزيز الغالي الدكتور أحمد زويل، يجب ان احنا فعلا نطمئن كل أطياف الشعب المصري. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشروع مصر العلم، مشروع مصر القومي للنهضة العلمية، ده كيان حكومي مملوك للدولة، ويجب أن أركز على هذه النقطة وأضع تحتها خطوطا. تمام. كيان مملوك للدولة، كيان حكومي، دي أول حاجة. هذا الكيان من الناحية القانونية محصن تماما بالقانون المنشأ على أساسه مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، قانون رقم 161 لسنة 2012، باعتبار مدينة زويل مشروع مصر القومي للنهضة العلمية هي هيئة عامة مستقلة لا تهدف إلى الربح. الحاجة الثالثة الحقيقة، عوامل البقاء الحقيقة هي طبعا مجهودات الدكتور زويل رحمة الله عليه لا ينكرها أي أحد، على العكس كان هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت في البداية هو صاحب الفكرة وراعيها ومنشئها وقائدها وملهمنا جميعا الحقيقة والأب الروحي للمدينة. لكن بجانب هذا، وده شيء يعني جميل جدا، بجانب هذا في القواعد الأساسية، القواعد الأكاديمية السليمة المرعية تماما وتطبيقها من أجل خلق بيئة وثقافة علمية وبحثية جديدة فعلا تستطيع أنها تسهم بقدر المستطاع إن شاء الله في نهضة مصر، مش بس علميا لكن علميا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال حاجات كتير قوي، من خلال الطلبة الحقيقة رائعين وممتازين اللي موجودين في المدينة، الطلبة اللي في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلة الدراسات العليا في الدكتوراه، اللي إن شاء الله لما يحصلوا على الدكتوراه من مدينة زويل هيرجعوا إلى جامعاتهم الحكومية عشان كل واحد منهم يكون شعلة نور تضيء ثقافة علمية جديدة في الجامعة الحكومية التي ابتعث منها إلى مدينة زويل. فالحقيقة كل المناحي دي إن شاء الله بإذن الله نستطيع أن احنا نمضي بها قدما لتحقيق أمال وأحلام الشعب المصري بدعم الشعب وبدعم الحكومة وبدعم القيادة للبلد إن شاء الله. نعم. دكتور صلاح، متى كانت آخر زيارة لدكتور زويل إلى مدينة زويل العلمية، وإيه هي كانت آخر وصاياه سواء للإدارة وحضرتك أو للطلبة الباحثين هناك؟ والله يا فندم، هي آخر زيارة قام بها الدكتور زويل رحمة الله عليه فيزيكالي أو كده للمدينة كانت بالضبط من سنة في أغسطس 2015. لكن أحب أنوه النظر وألفت النظر إلى أن الدكتور زويل مش لم ينقطع. الحقيقة كان الدكتور زويل على اتصال شبه يومي بي كرئيس أكاديمي للمدينة، يراعي ويتابع معايا الحقيقة كل التفاصيل يعني كبيرة أو صغيرة من النواحي الأكاديمية ومن النواحي الإدارية ومن ناحية المباني الجديدة اللي إن شاء الله الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتقوم بها بدور بطولي ودور رائع عشان إن شاء الله توفر للمدينة المقر الدائم في مدينة 6 أكتوبر. رحمة الله عليه كان آخر اتصال من أيام قليلة، وعلى رغم أنا كنت مدرك إنه هو تعبان ومريض، ورغم ذلك كان يتابع كل شيء، وكان والله لما يسمع أي حاجة وفي تقدم حاصل كان يبدو في أوج سعادته. يعني كان هذا الحلم الحقيقة رحمة الله عليه
يمثل له حلم كبير جدا جدا، وكان يسعى إلى تحقيقه بكل دأب وكل جهد، ولا يدخر عليه أي طاقة أو وقت. دكتور صلاح أنا بشكرك شكرا جزيلا، ومرة تانية خالص عزائنا لشخصك الكريم ولكل العلماء والطلبة والباحثين في مدينة زويل اللي هم يعتبروا أبناء روحيين للراحل الكبير، وإن شاء الله يكملوا مسيرته ويصلوا بمصر إن شاء الله إلى قمة المجد العلمي بإذن الله.